اليوم بدأت أجمل 10 أيام بالسنة. جائحة كورونا أبداً ما كانت حاجز لحتى تتوقف أو تتأجل الفعاليات الثقافية بإمارة الشارقة. 4 نوفمبر نهار الأربعاء تم افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته 39 مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا تحت شعار العالم يقرأ من الشارقة. طبعاً الإجراءات اللي عم خبركن عنها بتقدروا تنتبهوا له وتبدأوا رحلتكن معه من الباب. بالبداية لحتى تسجلوا لازم يا أما تسجلوا أونلاين أو فيكن تسجلوا على الباب بالاستقبال، وهذا التسجيل فيه شوية شروط. أول شيء ممكن يربطوا لكم ألوان على إيديكم، هاي الألوان بتحدد فترة الزيارة. فترة الزيارة تقريباً 3 ساعات. هلأ إذا خلصوا هدول 3 ساعات وحسيتوا حالكم ما اكتفيتوا من المعرض، أكيد فيكم ترجعوا تجددوا التسجيل أو ترجعوا تزوروا الاستقبال لحتى تجددوا هاي الساعات. وأغلب الظن هذا اللي رح يصير معكم، لأنه هلأ رح أخبركم قديش في عدد متنوع كتير كبير. في تفصيل كمان كتير حبيته السنة بالمعرض، إنه في معرض للصور. هاي الصور بتحمل قصص أصحاب الهمم حول العالم، الأشخاص اللي كانوا مؤثرين بعالم الأدب والثقافة. الصور كانت جداً معبرة وملهمة، وصراحة يعني يمكن عادي تاخدوكم شي نص ساعة بس بهذا المعرض. في كتير حتى من الجمل المؤثرة اللي كاتبينها تحت كل صورة طبعاً ترجع لصاحب الصورة. في تفصيل كتير مهم لازم تنتبهوا له أثناء زيارتكم للمعرض، وهو مسافة الأمان بين الزوار. هلأ في حال نسيتوا، دائماً في استيكرات على الأرض بتذكركم إنكم تنتبهوا وتراعوا هاي المسافات، وخصوصاً كمان إذا كان في معكم أطفال. من شوي كنت عم خبركم عن التنوع الكتير كبير الموجود بالمعرض. في عنا تقريباً 60 كاتب وأديب، 64 فعالية ثقافية ومحاضرة، وفي عنا مرحبا، وفي عنا كمان 73 دولة، 1024 دار نشر. إن شاء الله تكون الأرقام بالضبط صح، 1024 دار نشر. كل هذا التنوع اللي عم بحكي لكم إياه بيعطيكم عالم كتير واسع بتقدروا تختاروا من خلاله الكتب اللي أنتوا بتحبوها والكتب اللي أنتوا عم تزوروا المعرض اليوم لحتى تختاروها. هلأ أنا بالنسبة إلي في عندي شيء قائمة كتير طويلة من الكتب اللي كلها رح أختارها، وأكيد رح أعرض لكم إياها خلال فقرة الكتب اللي متعودين عليها. في قصة كمان بدي أخبركم إياها هلأ، هي ما بعرف إذا رح تفرحكم أو مو كتير، إنه كل المحاضرات والضيوف اللي تعودنا نشوفهم كل سنة بمعرض الكتاب والأدباء اللي نحن تقريباً مستناهم من سنة لسنة لحتى نشوفهم ويوقعوا لنا على الكتاب ما رح يكونوا موجودين، لكن كل هدول الضيوف والمحاضرات رح تكون عن بعد. وعلى فكرة هي أول مرة بتاريخ المعرض بيتبعوا هي الفعالية أو هي الاستراتيجية. صحيح في كتب كتير مميزة السنة للأطفال، في منها بالعربي والإنجليزي وبأكثر من لغة، فيكن تختاروها. كتير عم بيكون المعرض عم يزداد تميز سنة عن سنة. رح أرجع لكم لعند المحاضرات، لأنه نسيت خبركم كمان قصة، إنه الشيء الإيجابي بهذا الموضوع إنه أنتم مو بالضرورة تكونوا موجودين بالمعرض لحتى تحضروا هاي المحاضرات وتشوفوا الكتاب، بالعكس أنتم فيكم تحضروا المحاضرة وأنتم حتى موجودين ببيتكم. وكثرة هاي الإجراءات الاحترازية خلت المعرض أقل زحمة من ما بيكون كل سنة. هالسنة فيكم تتفتلوا بالمعرض براحتكم، فيكم تاخذوا وقتكم، بس مثل ما خبرتكم لازم ترجعوا عم تجددوا الوقت دائما. ريحة الكتب وشعور إنه كل الناس الموجودين هون ناس جاي تقرأ كتب، ناس جاي تشتري كتب أو جاي تشتري لحدا بحب الكتب، شعور كتير حلو. يعني إنكم أنتوا حاسين حالكم بالمكان اللي بيشبهكم، المكان الصحيح اللي كل الناس هون نفس بعضها عندها نفس الاهتمامات، هذا الشيء كتير حلو. وعلى فكرة الناس هون بتفيد حالها، يعني أنت عادي مثلاً يجي حدا غريب يقول لك قرأت للكاتب الفلاني، شو قرأت له، شو رأيك بكتبه، شو رأيك مثلاً بمؤلفاته. كتير حلو هذا الشيء، بيعطي هيك نوع من أنواع أنه أنا موجود بمكان كل الموجودين بحبوا نفس الشيء اللي أنا بحبه. بس مشان تكفيني ال3 ساعات الخاصة فيني وخاصة بزيارتي للمعرض، أنا مضطرة أودعكم هون. رح أختار كتبي، وأكيد أنتم رح تكونوا على اطلاع بكل المستجدات بالكتب اللي اخترتها، رح أخبركم عنها بالفقرة.